نادي الزمالك يا برنس بيعايد على الجمهور وبيديهم العيديه وما اقولكش على شيكابالا عمل ايه. يعني شيكابالا النهارده عمل ماتش ما اقولكش، يعني ماتش نكش وجري وجوان شيكابالا الجامده الصراحه يعني تتقال. ولكن نادي الزمالك ابتدى ان هو يرجع لسكه الانتصارات زي ما قلت لك يا برنس، لان نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت ديت اداؤه ما كانش يعني ايه يديك حته الاطمئنان انك مطمن على الفريق مع الراجل ده اوسوريو، لانه اوسوريو من المدربين الاول لما جيهم كان بيألف كتير ماشي. ولكن النهارده خلى نادي الزمالك بقى عنده تكتيك نحو يعني في النواحي الهجوميه. انت بتتكلم ان نادي الزمالك لما بيجي يهاجم تحس ان هو بيهاجم بشراسه، بيروح يا جدع بيروح يجيب. الجون الاولاني بتاع زيزو ده من فاول غلطه الحارس وما تفهمش الدنيا خبطت فيه وعملت فيه، ولكن جون. وبعد كده نادي الزمالك الشوط الثاني تحول، يعني تحول بدرجه 80% او 90% في المباراه لما نزل شيكابالا. شيكابالا من نزل ابتدى يمسك كوره وابتدى نادي الزمالك ان هو يعمل هجمات مرتده جامده جدا من ناحيه شيكابالا. شيكابالا الشوط الثاني تقدر تقول هو نجم الماتش، هو نجم الماتش. وانا قلت لك قبل كده في ماتش الزمالك اللي فات بتاع فاركو قلت لك ان فتوح هيبقى نجم نادي الزمالك مع اوسوريو، لان فتوح هو اللاعب الزياده في الناحيه الهجوميه، لان اوسوريو لما بيجي يهاجم بيهاجم بالخمسه، هو بيلعب ب 3 2 2 3 يعني ما تفهمش الخطه اللي هو بيلعب بيها، ما تفهمهاش ملهاش مسمى يعني. ولكن نادي الزمالك النهارده قدر يكسب غزل المحله وقدر ان هو يبدا يفوق. فريق غزل المحله بتخبط تحت وبكح اطراف في ترتيب الدوري، ولكن نادي الزمالك هي دي القصه، وهي دي اللي كانت عنده السنه اللي فاتت لما خد الدوري، ان نادي الزمالك طول ما هو اداؤه وحش او هو وحش بيعرف يكسب. هي دي النقطة أو هي دي الميزة اللي بتفرق الفرق الكبيرة عن الفرق الصغيرة، طول ما أنت وحش تعرف تكسب يا باشا. أنا ماشي يا باشا في سكة الانتصارات، ماليش دعوة بالباقي، ما شغلش بالي بالناس التانية. فعشان كده نادي الزمالك شفنا النهاردة قدر إن هو يكسب وقدر يعمل مباراة حلوة. ماشي يعني سيبك من غزل المحلة راح بكام كورة على نادي الزمالك، لو لعيبة غزل المحلة موفقة كانت قدرت إن هي تسجل وتبقى تقلب موازين المباراة. ولكن لعيبة نادي غزل المحلة بيروح على الجون عندهم كذا تفكير، يعني في كام كره غزل المحله كان ممكن يسجل جون اول وثاني وثالث، ولكن اللعيبه ما عندهاش الفينش الاخير، ما بتعرفش تفنش، ما بتعرفش تعملها دي. اما نادي الزمالك هي دي الميزه، انا اعرف يا باشا لما اروح الجون اروح اجيب جون. شفنا شيكابالا لما نزل جاب جون حلو، شفنا شيكابالا جاب جون ثاني، شفنا اللاعب الناشئ بتاع نادي الزمالك جاب جون، ولكن دول كانوا اوف سايد، الماتش كان مفتوح، الماتش كان رايح جاي. يعني رضا شحاته كان نازل مهاجم جدا وعاوز يكسب نادي الزمالك، ما هو طبعا في الفتره الاخيره اي فريق يطم يعني اي فريق بيلعب او نادي الزمالك يطمع اي فريق قصاده، لان راجل اسوريو راجل التكتيك جوارديولا واكل دماغه. جوارديولا موجود هنا في مصر، بس التكتيك والفنيات بتاع جوارديولا والنواحي الهجوميه والتكتيك بتاعه، هو الراجل عايش في جو جوارديولا والدوري الانجليزي، يعني هنزل اهاجم قصاد اي حد وما يهمنيش اي حد. ولكن اسوريو من المدربين اللي هو عنده يعني عنده فكر وعنده حاجات، ولكن هو عاوز ادوات. يعني النهارده شفت السيسي ودونجا الاثنين اتصابوا، الاثنين اللي في نص الملعب، طب هنلعب مين؟ شفنا عمر جابر يعني كان بيلعب ناحيه الشمال، فانت ما تفهمش الراجل ممشي الدنيا ازاي؟ ما تفهمش الراجل التكتيك بتاعه ازاي او خطه نادي الزمالك مبنيه عليه. هو بيهاجم كبير يعني بيهاجم كتير جدا، ولكن الادوات او اللعيبه اللي معاه مش مساعداه، اللعيبه بتتصاب ولعيبه سيبك من الاصابه دي بتاعت ربنا، ولكن اللعيبه في لعيبه كده احس ضعيفة جدا. يعني تشوف التشكيل في بداية المباراة تحس ان اسوريو نازل بيجرب اللعبة كلها، عمر جابر نازل، عندك ابراهيم نضاي نزل، فلاعيبة كتير، عمرو السيسي اللي قلنا خلاص ده مش هيلعب تاني فجأة لقينا عمرو السيسي النهارده بادي. فنادي الزمالك النهارده كان عامل مباراة كبيرة جدا وقدر ان هو يكسب، وبيقول لجمهوره كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وقدر ان هو يكسب يا برنس النهارده نادي الزمالك غزل المحلة 2-0، وشيكابالا العالمي كان فايق.